يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في دعاء الداعي بقوله اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك، هل في هذا محذور أو مخالف لحال الإنسان؟ وهل ورد أن الإمام أحمد رحمه الله استنكر هذا الدعاء؟ أنا ما أعرف شيء عن الإمام أحمد، ولكن ما في مانع إن شاء الله. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك. نعم، لا ما في مانع. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكثير من الناس يظن ولهذا أنه في الحديث لا تكلني إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك، هذا في الدعاء الوارد، لا تكلني إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم.